السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنعمل مع بعض سلسلة حل تدريبات على كل درس علوم بناخده لسنة اولى اعدادي الترم الاول. ويلا بينا كده نبدأ نحل مع بعض تدريبات الدرس رقم 1 اللي هو المادة وخواصها. يلا كده نبدأ. اختر الإجابة الصحيحة. رقم 1: كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ يعرف بنقط. الكتلة ولا الحجم ولا المادة ولا الكثافة؟ طبعا كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ، ده تعريف المادة. المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ، يبقى رقم ج. أو هي كل ما له كتلة وحجم، خلي بالك من الاتنين دول، يبقى هي لها تعريفين، يبقى كل ما له كتلة وحجم أو كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. رقم 2: يمكن التمييز بين السكر والدقيق عن طريق نقط. سكر ودقيق الاتنين يا مستر لونهم أبيض، يبقى إذن هنميز ما بينهم عن طريق اللون؟ مستحيل، لأن هما الاتنين لونهم أبيض، يبقى إذن هنلغي اللون، يتفضل لي الريحة ويتفضل لي الطعم. يبقى إذن السكر والدقيق أعمل إيه؟ قال لك أدوقهم، يبقى عن طريق الطعم. يبقى يمكننا التمييز بين السكر والدقيق عن طريق اللون ولا الطعم ولا الرائحة ولا جميع ما سبق؟ هيبقى عن طريق الطعم. عندي بعد كده رقم 3: كتلة السنتيمتر المكعب من المادة يعرف بنقط. طبعا الواحد سنتيمتر مكعب من المادة ده بيعرف باسم الكثافة، لأن انت عندك الكثافة هي كتلة وحدة الحجوم واحد سنتيمتر مكعب من المادة. عندي بعد كده وحدة قياس الكثافة هي نقط. جرام ولا سنتيمتر مكعب ولا جرام لكل سنتيمتر مكعب ولا جرام في سنتيمتر مكعب؟ طبعا يا مستر وحدة قياس الكثافة هي جرام لكل سنتيمتر مكعب، اللي هي رقم 3. اوعى تتلخبط وتقول له دي في، لا مش تبعنا، اما دي لكل، الشرطة المائلة دي لكل. وطبعا هي بالترتيب، يعني ما يعكسلكش يقول لك سنتيمتر مكعب لكل جرام، لا هي بالترتيب كده، بترتيب القانون. انت عندك الكثافه بتساوي الكتله على الحجم، فالكتله وحده قياسها جرام والحجم سنتيمتر مكعب، فعشان كده قلنا الوحده كلها على بعضها جرام لكل سنتيمتر مكعب. طيب عندي بعد كده رقم 5، يجي يقول لي اذا كانت كثافه الحديد 7.8 جرام لكل سنتيمتر مكعب، فان كتله 10 سنتيمتر مكعب منه تساوي نقط جرام. بالراحه، هي دي كثافه الحديد، تمام؟ يبقى كتله 10 سنتي تساوي كام جرام؟ بالراحه كده، انت عندك مديني هنا يا مستر الكثافه ومديني الحجم، يبقى هو عايز الكتله. انت عندك القانون بيقول لك ايه؟ القانون بيقول لي الكثافه بتساوي الكتله على الحجم، مش انت عندك القانون؟ لا كده بالقانون، انت عندك القانون بيبقى بالشكل ده كده، بس كده معايا بالراحه. انت عندك لو دخلنا القانون جوه المثلث، الكثافه اللي هي بتساوي الكتله كاف على الحجم ح. انا عايز مين دلوقتي؟ هو هنا مديني الرقم ده بتاع الكثافه، لان التمييز اللي بعده جرام لكل سنتيمتر مكعب، وهنا مديني الحجم لان بالسنتيمتر مكعب والرقم، يبقى ده الحجم، يبقى هو عايز الكتله، يبقى انا عايز الكتله. الكتله اهي، حط 7 عليا، اتفضلي الكثافه في الحجم، يبقى نقول له الكتله بتساوي الكثافه في الحجم، اللي هتساوي الكثافه بكام يا مستر؟ الكثافه هنا مديها لي ب 7.8 في الحجم بكام؟ الحجم مديهولي ب 10. 7.8 في 10 في الضرب، بنتحرك بالعلامه رقم 1 يمه اليمين، يبقى يديني 78. وحده قياس الكتله هنقول له جرام، يبقى يديني 78 جرام. في عندك في الاختيارات 78، هنا 78، 7.8، 78 من 100، 78 من 1000، يبقى هي الاجابه هتبقى رقم 1 اللي هي 78 جرام، تمام كده؟ طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يجي يقول لي الكتل المتساوية من المواد المختلفة تكون نقط. طبعا انت عندك الكتل المتساوية من المواد المختلفة بتكون لها حجوم مختلفة، تمام؟ دي القاعدة اللي احنا عارفينها. يبقى اذا هنا كثافتها متساوية ولا احجامها متساوية ولا كثافتها متماثلة ولا احجامها مختلفة؟ هي الاجابة هتبقى احجامها مختلفة. طيب عندك بعد كده رقم 7: من المواد التي تطفو فوق سطح الماء. المواد اللي بتطفو فوق الماء طالما هي هتطفو يبقى معناها ان كثافتها اقل من كثافه الميه. ايه المواد اللي كثافتها اقل من كثافه الماء؟ الحديد ولا النحاس ولا الفلين ولا الزلط؟ طبعا يا مستر هو الفلين، ده اللي هيطفو لان كثافته اقل من كثافه الماء. طيب عندي بعد كده رقم 8، يجي يقول لي كثافه زيت البترول نقط كثافه الماء. طبعا زي ما احنا عارفين ان هنا ما ينفعش ان انا اطفي حريقة البترول بالماء، ليه؟ قالك لان البترول اقل كثافة من الماء فيطفو فوق الماء ويظل الحريق مشتعلا، فبالتالي هنا كثافة البترول طالما زيت البترول يبقى هنا اقل من كثافة الماء، ولذلك البترول بيطلع فوق وش الماء، يبقى هنا نقول له اقل من ولا تساوي ولا اكبر ولا تماثل، نقول له اقل من. عندي بعد كده رقم 9،
يجي يقول لي في الشكل المقابل، يديني شكل زي ده كده سنة أولى، يقول لي إذا كان حجم الكرتين اكس وواي متساوي، الحجم بتاع اكس والحجم بتاع الكره واي الاثنين متساويين في الحجم، فان كثافه الكره اكس تكون نقط كثافه الكره واي. يبقى كثافه اكس بنقط كثافه واي بالراحه، وهنا دول لهم حجوم متساوي. يعني انت عندك قاعده احنا واخدينها بيقول لك الحجوم المتساويه من المواد المختلفه لها ايه، اقول لك الحجوم المتساويه من المواد المختلفه لها كتل مختلفه، لها كتل ايه مختلف. طب تمام، طب هنا بقى مين اللي كتلته او مين اللي كتلته اكبر؟ اللي كتلته اكبر يا مستر الغاز تحت اللي هي الكره واي، لان هي الغاز. طب طالما الكره واي كتلتها اكبر يبقى كثافتها هتكون كبيره، لان في الحاله دي لو المواد اختلفت الكثافه بتتناسب طرديا مع الكتله. خلي بالك من الكلام ده، يبقى هنا اللي كتلته اكبر الواي اللي عرفنا لانها غاصت في الماء، يبقى اذا دي كتلتها كبيره، يبقى اذا دي هتبقى كثافتها اكبر لان الكثافه تتناسب طردي مع الكتله. تمام، فهنا اللي كتلتها كبيره هتكون كثافتها كبيره، يبقى اذا كثافه الكره اكس اللي فوق دي هتكون اقل من كثافه الكره واي، يعني معناها ان واي اكبر من اكس في الكثافه، يبقى اكس هتبقى اقل من واي. يبقى هنا بيقول لك بقى فان كثافه الكره اكس تكون، هنقول له اقل من كثافه الكره واي، يبقى الاجابه هتبقى رقم الف. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يجي يقول لي رقم 10، وضع علاء مجموعه من البيض في اناء به ماء فلاحظ طفو بعضها، وبدلالة القيم الموضحة بالجدول المقابل استنتج أن دي المادة ودي الكثافة. الماء كثافته 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، البيض الفاسد كثافته 9.1 جرام، البيض الطازج كثافته 1.2، يبقى البيض السليم 1.2، البيض الفاسد كثافته 9.1، والمية كثافتها 1. فبيقول لك بقى لما علاء حط مجموعة البيض دي في إناء به ماء لاحظ إن بعض البيض طفى على وش المية، فهنا اللي طفى يبقى مين؟ قال لك اللي طفى يبقى كثافته اقل من 1 اللي هو اقل من كثافه الميه. مين اللي اقل من كثافه الميه؟ 9.10 ولا 1.2؟ اللي اقل من 1 يا مستر هو 9.10. يبقى اذا البيض الفاسد ده هو اللي طفى على وش الميه لان كثافته اقل من كثافه الماء. اما البيض الطازج هنا 1.2، يعني معناها انه اكبر من 1، فبالتالي ده هيغوص في الماء. يبقى البيض السليم هيغوص في الماء والبيض الفاسد هو اللي هيطفو اللي هو 9.10. يبقى هنا البيض الفاسد يطفو فوق سطح الماء. ايوه تمام كده صح. طيب عندك بعد كده يجي يقول لك رقم 11، عند القاء قطعه من ماده ما كتلتها 4 جرام وحجمها 10 سنتيمتر مكعب في الماء فانها نقط، علما بان كثافه الماء 1 جرام. طب بص بالراحه كده، هو انا عندي دي مديني هنا الكتله ومديني الحجم، يبقى انا عايز الكثافه. الكثافه بتساوي ايه؟ بتساوي الكتله على الحجم. هقسم الكتله على الحجم، يبقى 4/10 اللي هي 4/10. 4/10 دي هنا بتكون ايه؟ يعني لما تيجي تطلع كده هيديك الناتج هنا 4/10. الرقم ده اقل من 1 صحيح، اقل من 1. انت عندك كثافه الميه 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، يبقى دي كثافه الميه، فهنا 4/10 اقل من 1. طب طالما اقل من 1 يبقى معناها هتطفو. يبقى اذا هنا هنقول له بقى، هنيجي نقول له تطفو فوق سطح الماء لانها اقل منه كثافه. ايوه صح، يبقى اذا دي القطعه دي هتطفو فوق الماء لان اقل منه كثافه، يبقى الاجابه هتبقى رقم الف على طول. طيب عندي بعد كده رقم 12، يقول لك درجه الحراره التي يبدا عندها تحول الماده من الحاله الصلبه للحاله السائله. خلي بالك قال لك درجه الحراره، متتلخبطش. طالما درجة الحرارة اللي بتحول من صلبة لسائلة على طول يبقى ديت على طول درجة الانصهار وانا مغمض، يبقى دي هتقول له درجة الايه؟ الانصهار. تمام؟ طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يجي يقول لي المادة الصلبة التي درجة انصهارها 1500 درجة مئوية تبدأ في التحول إلى الحالة السائلة عند نقط. هي مادة صلبة ودرجة انصهارها 1500، يبقى إذا هتتحول للحالة السائلة عند كام؟ قال لك هتبدأ في التحول للحالة السائلة عند 1000 ولا 1500 ولا 1550 ولا 2000؟ لا طبعًا هي هتبدأ عند الدرجة اللي مديهالي اللي هي 1500، يبقى الإجابة رقم ب. عندي بعد كده رقم 14، يعتبر الصلب الذي لا يصدر نوع من أنواع الأملاح ولا السبائك ولا البلاستيك ولا الأحماض؟ هنقول له طبعًا نوع من أنواع السبائك، وده اللي هو بنسميها سبيكة الاستانلستيل اللي هي الصلب الذي لا يصدر، وديت كنا بنصنع منها أواني الطهي. طيب عندك بعد كده يقول لي رقم 15، نقط مادة تحتاج إلى تسخين لكي تلين ويسهل تشكيلها. المادة اللي بتحتاج للتسخين عشان تلين ويسهل تشكيلها المطاط ولا الكبريت ولا الحديد ولا الفحم؟ طبعا هي المعادن عموما، اللي هنا من المعدن هنا هنقول له الحديد يلين بالتسخين.
طيب عندك بعد كده رقم 16، تتميز المعادن بأنها نقط. المعادن عموما بتتميز بأنها جيدة توصيل الكهرباء ولا جيدة توصيل الحرارة ولا تليين بالتسخين ولا جميع ما سبق. طبعا كل ده فيها المعادن بتوفر فيها كل اللي فات، يبقى نقول له جميع ما سبق. رقم 17 يقول لي كل مما يأتي مواد رديئة التوصيل للكهرباء ما عدا ايه. كل دول ما بيوصلوش كهرباء الا حاجة واحدة منهم بتوصل. محلل الاحماض؟ لا يا ماستر، محلل الاحماض بتوصل كهرباء، يبقى اذا جيدة. السكر ما بيوصلش. الغازات في الظروف العادية ما بتوصلش. كلوريد الهيدروجين في البنزين ما بيوصلش، يبقى اذا الاجابة الصح عندك تبقى محلل الاحماض. طب ايه تاني يا ماستر؟ لو هجيب كان عندك محاليل القلويات، كان عندك محلول ملح الطعام، ده كلها محاليل بتوصل كهرباء. طيب عندي بعد كده رقم 18، في اي الاشكال التالية يكون المصباح مضاء. يجي يديك كده اربع دوائر بالشكل ده ويقول لك انهي دايره اللي يكون المصباح فيها ينور. هنا حاطط لي شريحه الومنيوم، هنا حاطط لي معلقه بلاستيك، هنا قافل الدايره بمفتاح نحاس، هنا مفيش حاجه، سايب الدايره مفتوحه، وهنا الهواء اللي في النص. فطبعا هنا اي حاله من دي عندك الالومنيوم جاي التوصيل الكهرباء هيقفل لي الدايره، البلاستيك مش هيقفل لانه رديئة توصيل الكهرباء مش هيقفل الدايره، فبالتالي هنا اللمبه مش هتنور. يبقى الاولانيه اللمبه هتنور لان الالومنيوم موصل جيد للكهرباء. النحاس برضه هينور لان النحاس موصل جيد للكهرباء، سلوك الكهرباء كلها مصنوع من النحاس. يبقى اذا عندك الهواء مش هيوصل، يبقى اذا اللي هيوصل هنا الالومنيوم والنحاس اللي هي الدايره الاولى والثالثه. يبقى هنا 1 و3 فقط ولا 2 و3 فقط ولا 1 و2 فقط ولا 3؟ هنقول له 1 و3 فقط، يبقى الاجابه رقم 1. طيب عندي بعد كده يجي يقول لي ما الاختيار الصحيح الذي يعبر عن خواص ساق من النحاس. النحاس ده ماله؟ لين في درجه الحراره العاديه، جيد التوصيل الحراري، جيد التوصيل الكهربي، ولا النحاس ده لا يلين بالتسخين؟ طبعا هو بمجرد ما يقول لي نحاس، النحاس ده مادة صلبة، هو لين في درجة حرارة عادية، خلاص ده كده الاختيار ده مرفوض من اوله لانه مش لين، هو مادة صلبة. عندك لا يلين بالتسخين؟ لا، النحاس ده معدن بيلين، يبقى برضو الاختيار التاني كده من قبل ما اكمله مرفوض. طب نيجي على الاختيار التالت، بيقول لي يلين بالتسخين، اه كده الكلام بدأ يحلو، يبقى كده تمام، ابدأ بقى نكمل. جيد التوصيل الحراره؟ اه النحاس بيوصل حراره. جيد التوصيل الكهرباء؟ اه بيوصل كهرباء. يبقى اذا هو الاختيار ده اللي صح. تمام، يبقى اذا الاجابه هتبقى رقم ج يا سنه اول. طيب نكمل مع بعض. طيب عندي بعد كده يقول لي يمكن التمييز عن طريق التوصيل الكهربي بين كل من التوصيل الكهربي، هميز بين ايه، النحاس والحديد ولا الخشب والبلاستيك ولا النحاس والخشب ولا النحاس والفضه. بص كده السؤال ده لما يجي لك نميز بين التوصيل الكهربي بين ايه، هتجيب واحده جيده التوصيل وواحده رديئه التوصيل، ما ينفعش تجيبهم الاثنين جيدين، النحاس والحديد الاثنين بيوصلوا، يبقى كده مش هنعرف نميز هنا لان الاثنين هيوصلوا، خشب وبلاستيك الاثنين رديئين مش هينفع برضه، يبقى واحده بتوصل والتانية ما بتوصلش، يبقى النحاس والخشب. يبقى دايما لما يجي يقول لك يمكن التمييز عن طريق التوصيل الكهربي بين نقط ونقط، تقول له نحاس وخشب اللي هي يعني ماده بتوصل وماده ما بتوصلش. تمام. طيب عندي بعد كده رقم 21 يجي يقول لي كل مما ياتي مواد جيده لتوصيل الحراره ما عدا. كل دول بيوصلوا حراره الا ايه، الحديد؟ لا الحديد بيوصل. النحاس؟ لا بيوصل. الالومنيوم بيوصل. الخشب؟ اه هو ده اللي ما بيوصلش، يعني انت عندك الخشب والبلاستيك ما بيوصلوش، ما بيوصلوش حرارة. طيب عندي بعد كده رقم 22 يجي يقول لي من العناصر التي تتفاعل بصعوبة مع أكسجين الهواء. طالما قال لي تتفاعل بصعوبة، إيه هي الفلزات اللي بتتفاعل بصعوبة؟ كان عندي خمس حاجات يا مستر بتتفاعلوا بصعوبة، اللي هي عندك النيكل والكروم والذهب والفضة والبلاتين. الخمسة دول تعرفهم، هم دول اللي بيتفاعلوا بصعوبة مع أكسجين الهواء. فهنا أي واحد من دول بقى، عندك البوتاسيوم؟ لا. الصوديوم؟ لا. الالومنيوم؟ اه يبقى هو الذهب هنا، اهو يبقى الذهب يا مستر هو اللي بيتفاعل بصعوبه، يبقى اذا ده من الخمسه يبقى هو ده. طيب عنصر نقط يستخدم في طلاء الحديد. طبعا اللي بيستخدم في طلاء الحديد لازم يكون من فلزات ضعيفه النشاط الكيميائي، اللي هم الخمس فلزات اللي احنا لسه قايلينهم، اللي هي النيكل والكروم والبلاتين والذهب والفضه. طيب عندك النحاس؟ لا. الصوديوم؟ لا. النيكل؟ اه هو ده النيكل، منه ميه مصر، يبقى ده بيستخدم في طلاء الحديد، يبقى اذا الاجابه هتبقى النيكل. طيب عندي بعد كده يجي يقول لي اكتب المصطلح العلمي. كل ما له كتله وحجم، طبعا هي الماده، مقدار ما يحتوي الجسم من ماده، ده الكتله، الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ، ده الحجم، كتله وحده الحجوم من الماده ديت الكثافه، درجه الحرارة التي يبدأ عندها تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية، دي درجة الغليان،
عندك عناصر تتفاعل مع الاكسجين بمجرد تعرضها للهواء الرطب، ديت الفلزات نشطة جدا. عناصر تتفاعل مع الاكسجين بصعوبة عند تعرضها للهواء الرطب، ديت الفلزات ضعيفة النشاط الكيميائي. يجي يقول لي اذكر مثال على كل من. واحد، غاز كثافته اقل من كثافة الهواء. عندك اللي اقل من كثافة الهواء عندك غاز الهيليوم او غاز الهيدروجين، ولذلك بتملأ بيه بالونات الاحتفالات. عندي بعد كده تاني حاجة سبيكة تستخدم في صناعة ملفات التسخين اسمها سبيكة النيكل كروم. وطبعا لو قلب لك السؤال ده علي الويجي يقول لك علي تستخدم سبيكة النيكل كروم في صناعة ملفات التسخين، هتقول له لأن درجة انصهارها مرتفعة ولذلك بنصنع منها المكوى وغيره. عندك كمان رقم 3، مادة جيدة لتوصيل الكهرباء والحرارة، توصل كهرباء وبتوصل حرارة. عندك النحاس. عندك كمان مادة صلبة عازلة للكهرباء، ديت عندك مثلا البلاستيك عازل الكهرباء ولذلك تغطى بأسلاك الكهرباء وبتصنع يد المفك من البلاستيك. عندك كمان مادة محلولها في البنزين رديئة توصيل الكهرباء، دي اسمها كلوريد الهيدروجين في البنزين. عندك كمان 6، فلز يتفاعل مع الأكسجين بمجرد تعرضه للهواء الجوي، بمجرد تعرضه يبقى على طول عندك البوتاسيوم والصوديوم. عندك فلز نشط نسبيا، ده المعادن عموما اللي هي زي الحديد مثلا او النحاس. عندك رقم 8، مادة تستخدم لتغطية قطع غيار السيارات لحمايتها من الصدأ، ده بيستخدم الشحم لتغطية قطع غيار السيارات لحمايتها من الصدأ والتاكل. يبقى الشحم هنا بنستخدم الشحوم. طيب نكمل مع بعض. طيب نكمل. يقول لي اختر الاجابة الصحيحة. رقم 1، كثافة 10 جرام من الحديد النقي نقط كثافة 2 جرام منهم. خلي بالك هنا انا لازم في السؤال اللي زي ده اتأكد ان المادة واحدة، هنا حديد وقال لي منه يعني برضو عايد على الحديد، يبقى نفس المادة. يبقى اذا طالما لقيتهم نفس المادة يا مستر يبقى كثافتهم واحد، يبقى كثافة 10 جرام حديد بتساوي كثافة 2 جرام منهم. تمام، طالما لقيتهم نفس المادة، اما لو لقيتهم مواد مختلفة لا، يبقى الرقم الكبير هو الكبير. يبقى اذا حديد وحديد يبقى على طول يا مصر هنقول له تساوي. طيب نكمل.